وسهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا مصرية. دائما وأبدا كنا وسنكون سفراء للحقيقة أينما كان. نحن نرصد ونتعقب ونقتحم، بل ونصيب الهدف ببراعة تامة، ولكن من خلال برنامج قضايا مصرية، بعيدا عن السياسة وباحثين عن الحقوق. بصبح على حضراتكم، بصبح على محمد. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا دينا، وصباح الخير على السادة المشاهدين. كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن موسم جديد لبرنامج قضايا مصرية من خلال شاشة الصحة والجمال. بنرحب بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير. قبل ما نبدا حلقتنا النهارده يا دينا، عايزين ننوه على حاجه بسيطه. عايزين نشيد بالقياده السياسيه النهارده. اللي يقول علينا بنطبل يقول بنطبل براحتنا، ولكن احنا شايفين مصر الجديده النهارده مع السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده الدوله في تقدم وازدهار، النهارده شبكه طرق على اعلى مستوى، النهارده كل حاجه في مصر الجديده بتتطور. ولكن احنا ممكن نقول النهارده من خلال برنامج قضايا مصريه احنا في بعض النواه الصغيره اللي احنا من خلالها احنا عايزين نقدر نقول ان احنا بنحاول جاهدين ان احنا نقف مع الدوله المصريه، مع القياده السياسيه في ظل قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنشوف مصر الجديده النهارده العاصمه الاداريه والمشاريع العملاقه والطرق والكباري والكلام ده كله. طبعا احنا مش معنى كده ان احنا ما عندناش بعض الحاجات اللي احنا عايزين ننوه عليها النهارده من خلال برنامج قضايا مصريه. عايز اشوف مع حضرتك النهارده يا ترى هنبدا ننوه على ايه؟ ايه المواضيع والملفات اللي احنا ممكن نتكلم فيها النهارده يا دينا؟ والله احنا من خلال راي الشارع وكده، يعني لان ان احنا عايزين نبدا بحاجه ضروريه ومهمه جدا، وهي التامين الصحي وقصه التامين الصحي. هو طبعا يمكن يا دينا عايزين نتكلم في التامين الصحي، ولو اتكلمنا بالتامين الصحي باستفاضه. احنا عايزين نقول النهارده ان مصر اثبتت للعالم كله في ظل القياده السياسيه ان احنا فعلا نقدر نحارب في اي جبهه. والدليل على كده اطباء مصر المحترمين طبعا كانوا اكبر مثال وقدوه النهارده. الفدائيين، الجيش بيحارب على الحدود وحامي الوطن وحامي الحدود، وهم كمان حاميين الوطن من الداخل ومن الامراض في ظل كورونا وجائحه كورونا. بس احنا لينا تعقيب صغير من بعض الناس بتتكلم عن التامين الصحي. طبعا النهارده انا كموظف النهارده المفروض ان انا لما طلعت سن المعاش حضرتك المفروض ان الدوله بتكرمني، ولكن النهارده انا تكريم الدوله ليا مش عارفين الخلل فين بالظبط. عايزين ننوه عليه. لما انا النهارده راجل كبير ومسن عندي 60 سنه وباجي الاقي ان التامين الصحي النهارده عشان يديني قرار بنتظر من الساعه 7 صباحا لحد الساعه 11 و12 و1 الظهر والساعه 2 عشان الدكتور بتاع التامين الصحي متعاقد. هنا في استفسار صغير، يا ترى هل التعاقد ده، هل ده ما فيش معنى كده ان احنا ما عندناش اطباء موجودين بالفعل؟ ولا هل يا ترى التعاقد ده وضعه ايه؟ وهل التقنين من الموضوع ده ممكن يتم امتى؟ وخاصه ان احنا النهارده بنقول مصر الجديده مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان التامين الصحي الشامل لمصر كلها. فلازم النقطه دي لازم نحط عليها 100 خط و100 تعقيب. وخاصه ان احنا النهارده التامين الصحي بيتعامل مع مين؟ بيتعامل مع اطفال، بيتعامل مع مرضى مسنين. وطبعا الراجل المسن النهارده يا دينا عمره ما هيقدر ان هو يستنى مثلا من 7 صباحا لحد الساعه 2 الظهر منتظر الدكتور يجي عشان يأشر له. الحاجة التانية ان احنا عايزين نقوله ان النهاردة مثلا انا ممكن اروح التأمين الصحي وابص الاقي نفسي النهاردة الدكتور يمكن اتأخر، طب انا تعبان، طب روحت عشان اجي بكرة، لا تعالى اليوم اللي بعد منه. ففي ارهاق هنا على الناس، فاحنا عايزين نوفر على الناس، كاهل الناس، لان طبعا احنا كده بنقوله احنا مصر الجديدة اللي تليق بينا احنا كمصريين، لان احنا ضربنا امثلة عديدة في الصحة وضربنا امثلة عديدة في الحروب. ويمكن مصر تتغير، ومن خلال مصر ما بتتغير احنا عايزين نقف مع القيادة السياسية بجد. اللي عايز يقول انا مع البلد بجد يلاقي خطأ او يلاقي حاجة ينوه عليها ويروح لمسؤول يكلمه ويحس ان هو بلده بيخاف عليها، لان البلد هي ايه؟ عبارة عن وطن. مصر دي وطننا كلنا، لو رحنا اي مكان تاني في العالم مش هتلاقي زي مصر. لف بلاد الدنيا مش هتلاقي زي مصر، مش هتلاقي الامن والامان بتاع مصر. عندك ايه تاني النهارده ممكن نقدر نتكلم عليه؟ والله احنا دايما وابدا كنا متعودين ان كل واحد سياره خاصه، او مثلا بيستقل بسياره ركاب جماعي. من خلال استطلاع الراي وكده يعني لقينا ان كثير من السواقين عندهم بعض المشاكل في المرور. طيب هو تقدري تقولي هي مشكله واحده بس ان شاء الله بامر الله والقياده السياسيه اكيد هتتدخل فيها، لان طبعا النهارده صوت الناس لازم يوصل للقياده السياسيه. القيادة السياسية النهاردة يمكن أنا لأول مرة بشوف الرئيس السيسي لأول رئيس في العالم بينزل يمشي على رجليه ويقابل الناس ويتكلم مع الناس في الشوارع، ما بيستناش حد. يمكن أنا كنت من حوالي 10 أيام أو أسبوع كنت ماشي في موقف عبود، ويمكن لقيت الراجل ماشي بكل طلاقة وبكل سلاسة ومعاه يعني الناس واقف بيتكلم مع الناس بكل طبيعة. ولكن إحنا النهاردة التنويه الصغير بقى اللي على المرور حاجة صغيرة، إيه هي؟ بيقولوا ان شنطه الاسعافات غاليه او ثمنها باهي شويه، فعشان كده نقدر نقول ايه
ان هي مثلا مكلفه شويه، ولكن النهارده رفقا بالشعب المصري ارجو من طبعا السيد وزير الداخليه يا ريت يتبنى الموضوع ده هو، لان احنا لو جينا قلنا ان الرئيس هيتبنى كل حاجه يعني بجد ارهاق على الرئيس كتير. لو قلنا النهارده رئيس الوزراء يتبنى كل حاجه يبقى احنا حرام علينا، ان ده بني ادم وده بشر برضه زيه زي اي حد. هو رئيس ومسؤول، بس في اكبر من كده، في حاجات اكبر من كده بكتير. يعني الرئيس عنده هموم اكبر من كده بكتير. الرئيس بيحارب 5000 جبهه، احنا بنتحارب من كل حته في مصر، في العالم كله بيحاربنا، احنا بنحارب بنتحارب عشان نقع، ولكن مصر محفوظه بامان الله. وان شاء الله السيد وزير الداخليه هيكون ليه نظره في موضوع شنطه المرور، وان شاء الله بامر الله هيكون ليه نظره ثانيه. الحاجه الثانيه ان السواقين بتشتكي من الطرق. طبعا الرئيس عامل شبكه طرق على مستوى عالي جدا، ولكن احنا عندنا نظره من الساده المحافظين، وخاصه السيد محافظ كفر الشيخ طبعا اللواء جمال نور الدين، حد محترم جدا وحد بيشتغل، ولكن احنا نتمنى ان الساده رؤساء القرى ورؤساء المدن يتعاونوا معاه على اساس ان احنا بنقولوا مصر جديده ومصر الحضاره ومصر بلد جديده. يعني احنا بنتكلم النهارده عن مصر الجديده، ما ينفعش ان انا اجي اخش قريه والاقي ان الصرف الصحي فيها لما يجي الاسفلت بتاعه يتكسر ما ينعادش الشيء لاصله زي ابو منظور. ده اللي حاصل في مدينه دسوق. يمكن كان في عندي وصايه امبارح من قريه ابو منظور مدينه دسوق، بيقولوا ان الطرق عندنا شبكه الصرف الصحي لما اتعملت بوظت الاسفلت، ما رجعش الشيء لاصله تاني عامه. يعني فاحنا ان شاء الله بامر الله هيكون فينا لقاءات عديده ان شاء الله، وفي مداخلات تليفونيه بالنسبه لنا مع الساده صناع القرار في الحلقات اللي جايه ان شاء الله بامر الله. عندك ايه تاني يا دينا ممكن نقدر نتكلم فيه؟ انا عندي بعض الوصايا من الساده اهالينا في مركز قليل، ان هم بيقولوا ان قرار مستشفى مركز قليل يعني هتحول لمجالس متخصصه، يعني هل الكلام ده فعلا مظبوط؟ بص يا دينا، النهارده في تخبط كبير في الشارع المصري، وخاصه الشارع القليني ومركز قليل ومحافظه كفر الشيخ. طبعا احنا النهارده زي ما قلنا ان احنا بنحارب كفر الشيخ، فيها اخوان كتير جدا، واحنا مش عايزين نديهم فرصه ان هم يركبوا الموجه زي ما بيقولوا. طبعا النهارده السوشيال ميديا والفيسبوك بتقول ايه؟ بتقول ان انا النهارده في مركز قلين المستشفى هتبقى تبع المجالس الطبيه المتخصصه. القرار طبعا يمكن الساده الكنترول، يا ريت لو حضرتك تقدر في الكنترول يا ريت يا جماعه لو تقدروا ان انتوا تخلوا لنا السيده وكيله الوزاره. تمام. ان شاء الله يجيبوا لنا وكيله الوزاره على التليفون دلوقتي. طبعا الناس بتقول ايه؟ ده المستشفى بقت خاصه، يعني معاك فلوس هتتعالج، ما معاكش فلوس مش هتتعالج. وبناء عليه طبعا في الحاله دي الناس عندها تخوف شديد جدا. انا واحد من ضمن الناس اسكن قليل، عندي تخوف النهارده لو انا مثلا والدي تعب ولا والدتي تعبت النهارده هروح بيه فين؟ اقول كفر الشيخ يبقى هيموت. فلازم النهارده يكون في استفسار من السيده وكيله وزاره الصحه الدكتوره سوسن سلام، يا ريت يا جماعه حد يجيبها لنا على التليفون. او ماشي يا فندم. وبناء عليه طبعا يا دينا النهارده مستشفى قلين طبعا بتخدم شريحه كبيره جدا من قرى ومناطق كبيره جدا، مثلا زي شباس عميل، زي اونه، زي بلنكومه، زي ثروه، زي كفر عشوش، زي المنشيه، زي ميت الديبه. قصه كبيره جدا مستشفى قلين المركزي. مستشفى قلين المركزي لو كانت صح التعبير زي ما قالوا او السوشيال ميديا اتكلمت وقالت ان مستشفى قلين هتبقى تخصصي، في حين ان هي يبقى اللي معاه يدفع ويخش يتعالج واللي معهوش يموت، يبقى مركز قليل مات بالاجماع، يبقى مركز قليل مات. ولكن انا اعتقد ان القرار غير كده اطلاقا، ولكن التفسير لازم يجي من السيده وكيله الوزاره او حد من الساده المسؤولين زي الدكتور خليل منصور مدير عام المستشفى او دكتوره احسان، حد منهم هو اللي يقدر يفصل لنا الموضوع ده، لان احنا ما حدش يقدر يقول الوضع ازاي والوضع ماشي ازاي، لان احنا عندنا برضو مستشفى قلين. حابين ان احنا نتكلم في حاجه تانية اللي هي احوال مستشفى قلين من ناحيه ايه؟ الطوارئ والاستقبال. هل يا ترى فيها طوارئ واستقبال ولا ما فيهاش؟ يعني احنا محتاجين تفسير دوت من السيده وكيله الوزاره. وطبعا انا طبعا السيده وكيله الوزاره حد شغال، حد نشيط، حد كويس جدا. طبعا يمكن في كل الاحوال احنا مش بنهاجم، ولكن احنا بنقول توضيح للراي العام. احنا بنوضح راي بس. في فرق ان انا اوضح للراي العام حاجه، وفي فرق ان انا بكون بهاجم حاجه ثانيه. مش عيب ان انا اقول النقطه دهيت او المكان دهوت فيه حاجه معينه يا جماعه لازم نبص عليها. ماشي يا فندم.
دكتور خليل، مساء الخير. صباح الخير. صباح الخير يا باشا، عامل ايه؟ كل سنه وسيادتك طيب. انت طيب، ربنا يخليك. برنامج قضايا مصريه مع سيادتك على الهواء. والله احنا بنتكلم بخصوص مستشفى قليني المركزي سيادتك. اي تمام. طبعا كان في مكالمه مع السيده وكيله الوزاره، وبنحاول ان احنا نجيب دكتوره سوسن سلام. في تخبط شديد النهارده سيادتك من خلال القرار بتاع تبعيتها للمجالس المتخصصه. تمام. السوشيال ميديا سيادتك النهارده بتقول ان الناس كلها بتتكلم على ان المستشفى قالين المركزي اللي معاه فلوس هيتعالج واللي ما معهوش، مدى صحه الكلام دوت وتفسير وطمانينه الناس سيادتك؟ الكلام ده اساسا مفهوم غلط ومش صحيح خالص. هو تحويل المستشفى للمجالس الطبيه المتخصصه لو حصل يعني، ولما يتنفذ كل الموضوع ان احنا بنشتغل بقرارات يعني حاجه من الاثنين. اي مريض بيجي مثلا محتاج عمليه او ما يوازي ذلك، حاجه من الاثنين، يا بتعمل له قرار على نفذ الدوله، يا اما ليه تامين والتامين بيدفع، لكن المواطن نفسه ما بيدفعش حاجه. يعني كده احنا بنطمن اهالينا في مركز قالين ان كل ما يثار على السوشيال ميديا غير صحيح على الاطلاق. تماما، كلها مجرد اشاعات وفهم خاطئ للقرار. بالعكس، ده هي المستشفى بتتحول، لما تتحول للمجالس الطبيه المتخصصه هتبقى ميزانيه مفتوحه، وكل الحاجات الناقصه هتبقى متواجده، والاجهزه الناقصه هتبقى متواجده. اقدر اتعاقد مع اي استشاري او مع اي استاذ دكتور او كده، وبالتالي امكانياتنا بتتغير تماما. طبعا دكتور خليل، بصفتك المسؤول الاول بالنسبه لمستشفى قليل المركزي، احنا طبعا حابين ان احنا ننوه على ان طبعا القرار دوت، وبناكد على ان القرار ده في صالح مركز قلين مش ضد مركز قلين، مع اهالينا. اكيد طبعا، ده حاجه كويسه جدا على فكره، وخطوه في منتهى الجمال بالنسبه للمستشفى وبالنسبه لاهل مركز قلين. وهو لغه اللي حصل دلوقتي هو سوء فهم وقصور بس في الفهم بالنسبه لطبيعه القرار، لكن القرار رائع ومردوده طيب جدا على اهالي مركز قلين ومستشفى نفسها كمستشفى. طب سيادتك ليه ما بيكونش فيه بيان صادر من وكيله الوزاره او من سيادتك مثلا بتوضح للراي العام وتوضح للناس حاجه زي كده؟ والله حضرتك قلنا كتير، وكل اللي سالونا فوضحنا لهم النقطه. هو اللغه، انت عارف حضرتك ان طبعا هو طبعا بيبقى فيه كلام بس كده، ناس بتفتي بدون درايه وغيره بيردد. هو احنا كل الموضوع ده وبنطرحه عشان نقول النهارده ان احنا فعلا في مصر الجديده، وبنكذب الاشاعات والمغرضين، عشان طبعا انت شايف ان الرئيس النهارده بيشتغل في مصر الجديده وبيبني مصر الجديده. فعشان كده احنا بنقوله تحويل مركز قلين او مستشفى مركز قلين المركزي للمجالس المتخصصه ده تعتبر نقله بالنسبه لنا احنا طبيه غير مسبوقه. يا باشا، نقلة نوعية غير مسبوقة ونقلة في منتهى الروعة بالنسبة للمستشفى. وبعدين خلي بالك، مستشفى قلين الجديدة أساسا من ضمن 30 مستشفى خضع لرئاسة الجمهورية من أول ما اتحطت كتطوير. مستشفى انصرف عليها مبالغ بالفلوس بتاع النهاردة بعد تعويم الجنيه تعدي 600 مليون جنيه، مبنى رائع أساسا. فمبنى زي ده لازم يتحافظ عليه ويتصرف عليه كويس ويخدم على أهل المركز بطريقة كويسة. تمام. دكتور خليل، بكل صراحة وبكل أمانة، ايه اخبار الطوارئ في قلين والاستيباب بكل صراحه؟ حضرتك، مستشفى قلين دلوقتي قايمه بدورها كاحد مستشفيات الجمهوريه كمستشفى عزل. يعني انا مش عايز اقول لك ان انا شايل في الفتره اللي فاتت اكتر من 2 شغل محافظه كفر الشيخ بالكامل كمستشفى عزل، كان اكتر من بلطيم كمان، لان انا عندي اصلا 86 سرير شغالين كعزل غير سراير العنايه حضرتك، وعملنا عنايه كمان اضافيه على العنايه اللي كانت موجوده. بقى عندي كعناية فقط حوالي 16 سرير عناية، بالإضافة إلى 25 رعاية متوسطة غير السرير بتاعت العزل. وبالتالي الاستقبال عندي كمان في 12 سرير شغالين كاستقبال وطوارئ لمرضى الكورونا. يعني أنا بيجي لي مرضى كتير جدا. لا، احنا بنتكلم سيادتك الطوارئ والاستقبال من خلال المرضى العاديين وليس كورونا. بالنسبه للحوادث حاليا من الاول خالص، بقى لنا فتره لما تم تحويل المستشفى للعزل، الاسعاف عنده فكره بيتحرك بسرعه، لو في حادثه او كده بيتحرك بيهم على المستشفى العام. اما الحاجات العاديه فاحنا عندنا العيادات الخارجيه اصلا ناجر لها اماكن خارج المستشفى، بنقابل معظم الحالات العاديه وبنتعامل معاها.
يعني انا اقصد دلوقتي مش العيادات الخارجيه، العيادات الخارجيه سيادتك بتبقى شغاله بالنهار وليس الليل. تمام. انا اقصد ان انا دلوقتي لو عندي ظروف طارئه دلوقتي، في لا قدر الله حادثه في اي ظروف، لو حد مريض او ست حامل، اسمعني سيادتك، انا اقرب مكان ليا مستشفى كفر الشيخ العام بالظبط، اقل من 15 دقيقه بيتحرك الاسعاف لو في حادثه فعلا في الوقت الراهن. لا مش 15 دقيقه دكتور خليل، مع احترامي لحضرتك مش 15 دقيقه، احنا عايزين نقول من 45 دقيقه، من 30 ل 45 دقيقه عشان نكون صرحه ونكون واضحين. لا لا الكلام ده بالنسبه للقليلين، احنا عندنا طريق بتراجع طريق مختصر جدا ما بيتعداش 17 كيلو. بص يا دكتور، احنا عامه احنا معاكم قلبا وقالبا ومع القياده السياسيه، وبنحب نطمن الناس، ويا ريت يا جماعه في الكنترول حاولوا حد يجيب لنا الدكتوره سوسن سلام، يا ريت. دكتور خليل، احنا طبعا بنشكر سيادتك، وان شاء الله بامر الله يكون لنا لقاء مع سيادتك وزياره ميدانيه كده لخلال المستشفى قالين ان شاء الله. شرف شرف ان شاء الله، تحت امرك. ماشي، اتفضل يا فندم. طبعا يا طبعا يا دينا، النهارده يمكن ده توضيح بيرد على السوشيال ميديا مش كلها صح يعني. ده بيرد على المغردين، وبيرد على اصحاب النفوس الضعيفه اللي قالوا ان الحق مستشفى قالين خلاص اتدمرنا احنا متنا، عايزين يهيجوا البلد، هم لا يفقهوا شيء في اي شيء. فطبعا ده كان تنويه بسيط، ويا ريت يا جماعه في الكنترول حاولوا ان احنا نجيب الدكتوره سوسن سلام، يا ريت. طبعا يمكن بحكم الذكر ان طبعا اثنى على الدكتور خليل منصور، طبعا اتكلم عن مستشفى كفر الشيخ. طبعا يا جماعه حد، يا ريت لو حد يقدر من الكنترول يجيب لنا دكتور لطفي السيد مدير مستشفى كفر الشيخ المركزي، لان الدكتور لطفي شايل عبء كبير جدا عن مراكز كتيره جدا مستشفى كفر الشيخ العام اللي بتاخده من الالاف من 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 المصريين. يمكن احنا عايزين نقول ان دكتور لطفي السيد حد محترم جدا، حد بيشتغل بجد، حد بيحب شغله بجد، هو والفريق الطبي المعاون ليه على مستوى مستشفى كفر الشيخ العام شايلين بجد البلد شيء. اي نعم في نقص بعض المعدات الطبيه، ولكن هم فعلا كل ما امكانياتهم موجوده ما بيبخلوش فعلا على الناس عامه يا دينا. طبعا الحاجه الثانيه واللي احنا حابين ناكد عليها، احنا بنطمن اهالينا في مركز قالين ان القرار لصالح الاهالي وليس ضدهم، احنا بنطمنكم ان القرار لصالح اهل قالين وليس ضد. الحاجه الثانيه طبعا يمكن بالمناسبه واحنا في مركز قالين دينا، طبعا الباشمهندس ايمن كحك طبعا رئيس قريه مجلس قري وجونه، الراجل ده راجل محترم، ويمكن في الحركه الاخرانيه مشي، ولكن بجد انا يمكن من هنا بشكره على وقفته بجد مع الدولة ومع البلد، والراجل ما كانش بيبخل ولا بيكل ولا بيمل. يا ريت يا جماعة لو حد يشوف لنا الدكتورة سوسن سلام أو دكتور لطفي السيد مدير مستشفى كفر الشيخ العام عشان نطمن على أهالينا. دكتور لطفي صباح الخير يا دكتور لطفي. أيوة يا فندم. صباح الخير يا دكتور لطفي. صباح النور يا فندم. اخبار سيادتك؟ كل سنه وسيادتك طيب. انت طيب وصحه والسلامه. طمنا على اهالينا كده، وكان الله في العون، واحنا بنشكرك وكل اهالي كفر الشيخ بتشكرك انت والفريق الطبي المعاون لمستشفى كفر الشيخ العام على الجهد المبذول للناس ووقفتكم مع الناس في جائحه كورونا، وما زال الاستقبال شغال عندكم على اكبر قدر من الاستطاعه، والفريق المعاون مع حضرتك ما شاء الله عليك. طمنا على اهالينا عند حضرتك. الأول أنا اللي بشكرك وبشكر فريق العمل مع حضرتك وأهالينا طبعا على رأسنا. إحنا قاعدين لخدمة أهالينا وتحت أمرهم يعني في أي وقت، وأنا وفريق العمل كلنا سواء بالليل أو بالنهار قاعدين لخدمة أهالينا، يعني بناء على تعليمات معالي الوزيرة ومعالي المحافظ والسيده وكيلة الوزاره، كل الناس، وبنطلب كل الدعم وكل المحبه من الفريق اللي فوق. فاحنا يعني مش ده اقل واجب ان احنا نقدمه لاهالينا. بنحس المريض ده هو والدي ووالدك، اخويا واخوك، والدتي ووالدتك، وهكذا. فاحنا يعني لازم نقابلهم احسن مقابله،
ونعمل كل اللي قدرنا ربنا عليه سبحانه وتعالى. ويعني انا اللي بشكر الاطباء والتمريض على المجهود اللي بيبذلوه خلال الفتره اللي فاتت ديت، وانا معاهم بكل ما املك. فيعني انا من خلال تليفونك وخلال المداخله دي انا بقدم لهم جزيل الشكر والتقدير، وانا معاهم بكل ما املك. يا دكتور احنا اللي بنرفع القبعه لحضراتكم، لانكم الجنود المجهوله في جائحه كورونا والوقفه مع البلد، انتوا كنتم خير جنود زي ما قال عنكم القران، جنود خير اجناد الارض. هم الجندي المصري، الجيش المصري بيحارب على الحدود وبيحافظ علينا وعلى الشعب المصري على الحدود، الشرطه المصريه بتحافظ على الداخل، وانتوا بتحمونا وتحموا صحتنا. ده احنا اللي بنشكركم وبنرفع لكم القبعه، وبنتمنى لكم دايما المزيد من التقدم والرخاء. واذا اثنينا عليكم ده جزء ما يجي من فضل وقفتكم معانا كده ومع البلد في ظل جائحه كورونا. احنا اللي بنشكركم والله يا دكتور، وانتوا التاج اللي على راسنا، وانتوا فعلا بجد الجنود المجهوله. لا انا بجد الدعم ده بيرفع من روحنا المعنويه، وزي ما انت بتقول الجنود اما يبقى القائد موجود لا يمكن يفر من المعركه، موجود داخل المعركه بكل ما يملك لحد اخر لحظه في حياته، لان ده الواجب. واحنا بلدنا يعني بقياده فخامه الرئيس، يعني ما لا 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 الراجل بيبذل قصارى جهده في كل الاتجاهات، احنا في اتجاه واحد لابد ان نبذل قصارى جهودنا خلف قياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء ومعالي الوزير. هو هنا بالمناسبه هنا بالمناسبه لازم نذكر ونشيد بالسيد الرئيس في حمله 100 مليون صحه، والرئيس حاطط المواطن المصري امام عينيه في المقام الاول وصحه المواطن المصري. قوائم الانتظار والثدي للستات، فحص الثدي للستات، ومحاملة 100 مليون صحة، والحمد لله كلها حملات ادت نتائج غير عادية يعني الحمد لله. وعلى الأقل أصبحت مصر خالية من فيروس سي في الوقت الحالي، هي حاجة يعني. دكتور لطفي عايز ستات كتيرة يعني الحمد لله بنفحص على طول، لو في أي حاجة بدري بتتفحص مبكرا وبتاخد إجراءاتك، والحمد لله في حالات كتيرة بتكتشف دي وبتاخد معاها اجراء، والحمد لله النتائج بتبقى مرضيه الحمد لله. دكتور لطفي عايز حضرتك توجه رساله من عند حضرتك كده من خلال منبر قضايا مصريه بالصحه والجمال، مناشده لاهالينا في كفر الشيخ ان هم يتعاونوا مع الاطباء والتمريض وما يرهقهمش، بحيث ان انا النهارده لو عندي مريض ما الاقيش 7 أو 8 يكونوا موجودين معاه، عشان ده بيرهق واحد التمريض والدكتور، بيخليني انا ما بعرفش اقدم الخدمه، لان كل واحد لو سالني سؤال الدنيا باظت. حضرتك طبعا يعني حضرتك قلت سؤال جميل جدا، ويا ريت انا بناشد اهالينا، احنا موجودين 24 ساعه وموجودين لخدمتكم. يا ريت من فضلك كده اهالينا يحسوا بالكلام ده، والمريض يبقى معاه واحد بس، اكون سعيد وهقدر اقدم له خدمه. لو في اي مشكله انا موجود والفريق المعاون معايا موجود، اللي بيقصر بنحاسبه، فاحنا قاعدين بس يا ريت الناس تساعدنا بكده. ويا ريت برضو اللي ليه تامين يتوجه للتامين بتاعه، عشان ما يبقاش الضغط كله في مكان واحد. دكتور لطفي احنا بنضم صوتنا صوت حضرتك في الموضوع دوت، لان طبعا النهارده لو انا معايا 2 أو 3 داخلين كمريض، لو كل مريض دخل ب2 أو 3 النهارده انا كدكتور مش هعرف اشوف شغلي. وفي نفس الوقت انا بلاحظ ان في ناس النهارده بتتعامل بهمجيه، مش كل الناس ولكن بيتعامل مع الامن بكل همجيه، وبيستعرض عضلاته وصوته وبيزعق وبيعمل مشاكل، مع انه النهارده يعني احنا بنوجه رساله للمجتمع المدني النهارده التعاون معاكم، ونتمنى ان هم يكونوا متعاونين. ولكن احنا ممكن نقول بقى فرض صارم على باب المستشفى من البدايه الدخول للمريض، ومعاه واحد فرد فقط لا غير، يبقى هنا الامن هو هيقوم بدوره. انا اتمنى ده يا فندم، انا اتمنى يعني انا مثلا كان عندنا حادثه من يومين اثنين، كم بشر غير عادي موجود داخل المكان، وبنحاول نخرج الناس، الناس بتتخانق مع الامن ومع الاطباء، يعني احنا بنعاني فعلا من المشكله ديت. لو كل واحد التزم زي ما انت بتقول واحد بس مع المريض، انا يعني هكون سعيد وهنقدر نأدي خدمه ممتازه لاهالينا، وهم دول ولادنا واخواتنا واهالينا، فاحنا قاعدين لخدمتهم. فنتمنى ده يعني خلال الفتره الجايه ان شاء الله، ان شاء الله اهالينا في كل القطاعات وفي كل الاماكن بالالتزام بده. يا ريت
نتمنى حضرتك تسمح لنا كده ان شاء الله بزياره ميدانيه كده، ننسق مع سيادتك نكون في زياره ميدانيه للمستشفى كده ان شاء الله في صحبه حضرتك، ونشكر الفريق الطبي اللي في المستشفى، ونحاول ان احنا نلقي الضوء على مجهوداتكم في جائحه كورونا وما خلف كورونا ومع جميع الامراض على مستوى كفر الشيخ. وبنشكر حضرتك جدا، وانا سعيد جدا ان احنا بيقودنا بعض الشخصيات المحترمة اللي بتحب بلدها صح، والناس اللي بتحب عملها بإتقان. وأنا يمكن مش بأثنى عليك من فراغ، ولكن أنا وجدتك ليل نهار فعلا. أنا دخلت المستشفى في بعض الأحيان الساعة 12 واحدة بالليل لقيتك موجود، وأنا بقسم بالله إن أنا فعلا لقيتك موجود، وأنا بشكرك شكر جزيل جدا. وإنتوا التاج اللي على راسنا، وكل تحية ليك لكل دكتور ولكل ممرض ولكل عامل ولكل فرد أمن في مستشفى كفر الشيخ وعلى عموم الجمهورية، عشان ما نحددش مكان معين. بنشكرك يا دكتور لطفي. أنا اللي بشكرك يا فندم، وتنور في أي وقت أنت وفريق العمل بتاعك. بنشكرك يا فندم. طبعا يا دينا، يمكن احنا لما بنثني على يا ريت يا جماعة نشوف إن لو في دكتورة سوسن سلام يا جماعة ممكن، ولا صعب شوية؟ تليفونها مقفول، يبقى هي كده مفيش مشاكل يا فندم. طيب ادينا طبعا النهارده يمكن مع الطمأنينه في مستشفى قلين ومستشفى كفر الشيخ العام، طبعا احنا كده بنطمن اهالينا. ويا ريت يا جماعه لو في بعض مداخلات من يعني مش شرط يكون، طبعا الناس المتابعين لنا حضراتكم طبعا لو حابين تتواصلوا معانا، اي حد النهارده حابب ان هو يكون موجود معانا على الهواء، حابب يطرح موضوع معين او في قضيه معينه عايزين نتكلم فيها، طبعا يا دينا عايزين نطلع بريك او نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. هنرجع بموضوع وملف مهم جدا، وانتظرونا، وقانون الاحوال الشخصية. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل. بجدد الترحيب بحضراتكم، وبجدد الترحيب بزميلتي دينا. طبعا صباح الخير على حضراتكم، صباح مشرق. الو، يا فندم صباح الخير يا استاذ جمعه. صباح الكل معالي الريس، صباح الكل يا باشمهندس. صباح الخير، ازيك عامل ايه واخبار اهالينا في كفر الشيخ؟ الله يديك الصحة، كله تمام يا باشمهندس والله. كل سنة وحضرتك طيب. طبعا أستاذ جمعة من أعز حبايبنا ومن الناس اللي احنا بنشيد بيها في العمل الوطني والعمل العام والتطوعي والوقفة جنب الرئيس والدولة المصرية. مركز شباب أونا، بنرحب بيك يا أستاذ جمعة. الله يديك الصحة يا باشمهندس، الله يديك الصحة. طبعا أنت عارف إن أنت على الهواء دلوقتي عامة. النهاردة بنقول إن احنا عندنا بعض الهموم اللي احنا بننوه عليها، وبعض الامور اللي احنا بنتكلم فيها. كنا بنتكلم عن مستشفى قلين قبل الفاصل، وكنا بنتكلم على القرار بتاعها، وكنا طبعا النهارده بنطمن كل اهالينا في كفر الشيخ. عايزين نقول النهارده دعمكم ومركز الشباب في اونا اخباره ايه، واخبار مراكز الشباب عندكم، والنهارده دوركم مع الشباب ايه عندكم في كفر الشيخ؟ والله بالنسبه لمراكز الشباب عندنا السيد الوزير يشكر، وبالنسبه للمديريه والاداره جايبين باكمل وجه، وبالنسبه للمصاريف على مراكز الشباب الفلوس متوفره وكله تمام والحمد لله، وبالنسبه للعمل التطوعي بالنسبه للشباب ومجلس الاداره كله على ما يرام والحمد لله. احنا طبعا بنشكر جهدكم المبذول في جائحه كورونا، وقفتكم مع اهالينا في جائحه كورونا من توفير اكسجين، ووقفتكم مع الدوله ومع المرضى والناس المتطوعة. ويمكن احنا بنشكركم. لو في اي تعقيب بالنسبة لكم انتم النهاردة، في عندكم اي مشاكل في مركز شباب، في القرية، في أونة، في اي حاجة؟ بالنسبة باشمهندس للسيد المدير، مدير المركز الاستاذ محمد رضوان، راجل معاها من الشباب المتطوعين، وبالنسبة لمرض كورونا بالنسبة لأنابيب الاكسجين هو دايم باكثر من 20 30 انبوبه، بالنسبه لاي حالات هو بيتوافر عنده وبيتواجد على طول في الحال، وهو جاي بالنسبه للمركز على اكمل وجه. بنقول ان سيادتك من ضمن الناس المتطوعه لعمل الخير والتطوعي في المجالس العرفيه، ومدى المجالس العرفيه في حل مشاكل اهالينا في القرى.
والله حضرتك بالنسبه للمجالس العرفيه المشاكل كتير، احنا كل ليله بنطلع مره واثنين وثلاثه بالنسبه للمجالس العرفيه، وبندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقدرنا على حل مشاكل الناس، والحمد لله بنطلع بنتيجه كويسه وبنوفقوا الناس لبعضها الحمد لله بالنسبه للصلح يعني. طبعا ده بيخف على كاهل المواطن من ناحيه، اولا النهارده كون ان صلح خير زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت احنا بنوفر على الدولة المصرية المشاكل والمراكز والقواضي والمحاكم والمحاميين. يا ترى مين بيبقى معاك من فريق العمل في العمل التطوعي، وخاصة العمل ده هو يمكن لوحده محكمة؟ بالنسبة للعمل التطوعي بالنسبة للقرية الحاج رشاد معوض يعتبر شيخ بلد، والعمدة أحمد خليل، وحضرتك بتبقى متواجد في أكثر الأوقات بالنسبة لنا في المجالس العرفية، وربنا يقدرك على فعل الخير، ومجموعه كثيره برضه من القريه، والحاج حامد حيدر والحاج مبروك شحاته، وربنا بيقدرنا على حل مشاكل الناس. بنشكرك يا استاذ جمعه، وطمنا على اهالينا، وكل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله عام سعيد علينا وعليكم، وان شاء الله بامر الله جائحه كورونا تعدي على خير، وان شاء الله بامر الله احنا خدامين لاهالينا، وبنشكر كل الناس المتطوعه اللي وقفت مع البلد في جائحه كورونا. واحنا بنقوله عظيمه يا مصر بابنائك، عظيمه يا مصر بالقياده السياسيه، عظيمه يا مصر بالجنود المجهوله اللي هي بتشتغل فعلا مع الرئيس، وعظيمه يا مصر بكل الناس اللي واقفه مع البلد قلبا وقالبا. بشكرك يا استاذ جمعه. طبعا يا دينا احنا كنا قبل الفاصل نوهنا احنا عايزين نتكلم عن موضوع قانون الاحوال الشخصيه اللي هو بالنسبه للرؤيه والاستضافة. طيب هنا عامة احنا عايزين نقول حاجة بسيطة، هنضرب مثل قدام الرأي العام، وعايز كل واحد فينا حكيم وكل سيدة حكيمة تسمعني في خلال دقائق معدودة. واحد النهاردة إذا اختلف الزوج مع الزوجة، تلقائي على طول أوتوماتيك بنك ناصر موجود يا بنتي، واطلعي على المحامي اشتكي ويلا قبضي وشكرا على كده. في ناس بتاخدها تجارة ما ننكرش، وفي ناس مظلومة عايزة تاخد حقها، ولكن تعالي نضرب مثل النهاردة، واحد لو الست كانت هتروح للمحامي عشان ترفع دعوة بتاخد وقت، وكل يوم والتاني تستنى لما يا معالي المستشار يا مت احنا رفعنا دعوة ولا ما رفعناش، اصبري لسه بكرة بعد وهكذا، يبقى احنا هنحط النهاردة بين قوسين صبرها وجلدها على المحامي على ما يرفع الدعوة. رقم اتنين، لما الدعوة بتترفع سكرتير الجلسة راح تسأل سكرتير الجلسة استني بره يا ست، الست ما تقدرش تتكلم، تكلمش ليه؟ ده قانون ما ينفعش خلاص. يبقى إذا النهاردة عندها صبري وجلد على سكرتير الجلسة. تمام؟ ففي الحالة دهيت لما هي عندها صبري وجلد على سكرتير الجلسة والمحامي، طب إذا ما بها إذا دخلت ديوان المحكمة وقدسية المحكمة وقدسية القاضي. بس ممكن يكون صبرها وجلدها على صاحب المحكمة أهون من صبرها على جوزها. ما احنا هنكمل، أكمل لسيادتك وبعد كده نضرب الأمثلة ونناقش. ماشي. الموضوع مطروح. عبد الرحمن معوض. أستاذ عبد الرحمن صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ الله يخليك. الله يخليك. اخبارك؟ طمنا عليك وعلى اهالينا في كفر الشيخ. الله يخليك. برنامج قضايا مصريه طبعا. اكيد طبعا. انا بشكر طبعا فريق الاعداد للبرنامج وتحت قياده الاستاذ نصر، وبشكر الاستاذه الاعلاميه ديرة السيد. شكرا. وبرحب بالإعلام الكبير المثقف محمد حجازي. الله يعزك. وأنا معجب جدا بهذه الحلقة، لأن الحلقة دي ملمة بهموم المواطن المصري. تمام. وهذه الحلقة من أجمل الحلقات كبرنامج من البرامج اللي أنا اتفرجت عليها في التلفزيون المصري. وأنا تمنيت النهاردة من مكالمة الدكتور خليل منصور، لان انا متابع البرنامج وانت الاستاذ الاعلامي الكبير المثقف، وانت بتحاوره محاوره يعني بتضرب من تحت الحزام
وبتعرف تطلع الجواب الصح من المتصل. فسألت للدكتور خليل منصور أسئلة بصراحة جميلة جدا، لأن أنا متابع البرنامج من بدايته. شرفنا. والدكتور خليل منصور مدير عام مستشفى عدين المركزي طمنا، وفعلا هو رجل معطاء وشايف شغله كويس، وده عن تجربة، لأن أنا بتابع المستشفى عدين المركزي. رجل بصراحة ممتاز فوق الوصف، هذا حاجة، مش شكر ولا تطبيل ولا الكلام ده كله. وأنا يا أستاذ عبد الرحمن، لما نطبل لبلدنا أحسن ما يطبل على دماغنا بسبب البلد. صحيح صحيح يا أستاذ محمد صحيح. لأن أكون بص المثل بيقول لأن أكون سبع وسط السباع أفضل من إن أكون قائد للنعاج، بمعنى إحنا عندنا قائد سبع جبل، فلازم يكون اللي خلف منه جبال زيه. صحيح صحيح يا أستاذ محمد. لا أنا بصراحة معجب بالحلقة، لأن الحلقة ملمة بهموم المواطن المصري من صحة وفعلا أنا بأشيد برضه من مكالمة الأخ الصديق جمعة الحسين القاضي بالنسبة لموضوع كورونا وجائحة كورونا ديت. شباب البلد المتطوعين وهم تحت او في مناصب في عملهم بجوار المنصب اللي هم فيه اللي هو مدير مركز الشباب واللي كذا واللي كذا، بيقوم بالعمل التطوعي ده هو بجانب الوظيفه بتاعتهم، وبالاخص الاستاذ محمد هنداوي رضوان. استاذ عبد الرحمن طبعا بنشكر حضرتك على الاضافه الجميله دي، وان شاء الله يكون لنا مع حضرتك مداخلات تانية، وبشكر حضرتك. لا انا اللي بشكرك، والاستاذ الاعلامي المثقف محمد حجازي. تسلم. انا اللي بشكر حضرتك، الاستاذ الاعلامي الكبير المثقف محمد حجازي، والاستاذه الاعلاميه دينا السيد، وبشكر فريق الاعداد بتاع البرنامج. احنا اللي بنشكر سيادتك يا فندم. شكرا. اتفضل. طبعا يا دينا وصلنا طبعا، وقلنا يا جماعه ان احنا دلوقتي صبرنا وجلدنا على المحامي، نفس القصه صبرنا وجلدنا على سكرتير الجلسه، على القاضي بعد كده في ديوان عام المحكمه. طبعا النهارده حضرتك هل الست تجرؤ ان هي ديوان المحكمه، لان المحكمه لها قدسيه، لان القاضي هنا ممثل السماء في الارض. لا. هنا بقى نصح التعبير، وقلنا ان العداله، إن القاضي المصري أو أي قاضي في العالم هو ممثل العدل في الأرض، فالمكان ده ليه قدسية عشان كده. فعشان كده حضرتك هل هي تجرؤ إن هي تجيب سماعة التليفون وترفع سماعة التليفون، أو تاخد طفل رضيع معاها يعيط أو يعمل مشكلة أو يعمل أي قصة داخل ديوان حرم المحكمة؟ ما تقدرش، وإلا القاضي يقول لها مفيش كلام. يبقى هنا عندها صبر وجلد. بعد كده حضرتك النهاردة لما تطلع الصيغة التنفيذية بتاعت الحكم عندها صبر وجلد، لما تروح تاخد الصيغه التنفيذيه، لما تمر بالمراحل ديت يكون عندها صبر وجلد على بلوكامين التنفيذ عشان ينزل ينفذ لها بالعزال او بالقايمه او. لو كان عندي اب رشيد وام رشيده وحكماء في تصرفاتهم، ونقول الحكماء لدى المجالس العرفيه في البلاد وفي القرى وفي الفلاحين، هنخف على المراكز، هنخف على اسامي الشرطه، هنخف على المحاميين، هنخف على المحاكم، هنخف على السجون، هنخف على كل ده. ويكون عندها صبر وجلد لما جوزها يجي تستحمله لو قال كلمه، ما هو سكرتير الجلسه قال لها اطلعي بره يا ست، ما تصبرش ليه وتستحمل شويه. لما المحامي قال لها لسه، لما القاضي قال لها فين التليفون، كانت المفروض ان الست تستحمل شويه في المراحل ده، ايه تستحمل جوزها. لان النهارده لما تيجي تحط مطلقه بين قوسين، حاجة من اتنين، يا إما في ناس بتستعملها كتجارة ومن هنا بتشتكي وبنك نصر موجود واخد نفقة من ده وخلف من ده عيل كمان وهكذا شغال رفقا بالناس رفقا بالشباب. النهاردة الشاب خايف يقبل على الزواج، مش عارف يقبل على الزواج ازاي. والنهاردة واحد كاتب على الفيسبوك على التواصل الاجتماعي في تمرد، بيقول لك النهاردة أنا أضمن منين بنتك عشان اكتب لك قايمه اذا بدانا نشكك في بعض. طب هو كويس. والاب اللي كتب النهارده
من مش عارف من يؤتمن على العرض لا يؤتمن على المال او حاجه زي كده. دي قوانين وتشريع رب سما وسماويه ما اقدرش اتعداها، بس بالاصول وبالامور دي. مش معنى كده ان انا بقول ان الراجل خلاص يعني نبي، لا، ولكن الست مش ملاك. الحاجه الثانيه، الغالبيه العظمى النهارده بيرمي الحمل على مين؟ على الحما. يعني النهارده حماتك لما تيجي النهارده لو عملتيها زي امك واتقيت الله فيها، صدقيني النمط هيمشي والحياه هتمشي. هي كمان تعاملني زي بنتها، هي اكيد لازم تكون تعاملني زي بنتها زي ما بتعامل بنتها، اكيد مش ما بيبقاش نفس السياق، ما بيبقاش نفس التعامل. لا، عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده لو جبت نموذج ممكن ام النهارده، ام حضرتك انت هتكره ان اخوك يعيش في امان؟ هتقولي لا. اشمعنى؟ هتقولي عشان امي. كل واحد عنده امه غاليه. النهارده ما بين الام وما بين الزوجه. استاذ ايهاب السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته استاذ محمد. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الله يسلم حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وسيادتك طيب. وانت طيب يا فندم، انا سعيد ان انا عرفت اتواصل بيكم النهارده، لان احنا في عندنا مشكله كبيره جدا. بعض الناس ان احنا بنتعاقد معاهم علشان نبني مستقبل للبلد ونخضر الصحراء وندفع فلوس، وبعد كده في الاخر خالص ما ناخدش من الموضوع ده خالص خير عقد، ومفيش اي التزام خالص باي حاجه خالص اتكتبت في اي عقود بالنسبه لاستصلاح الاراضي وبنى والكلام من ده. انا بتكلم باسم مجموعه كبيره من الناس. الموضوع ايه بالظبط يا استاذ ايهاب؟ في 2019 اتعاقدت مع احد الشركات اسمها شركه المسار للاستثمار الزراعي. شركه المسار. شركه المسار، وكان بيمثلها دكتور فتحي دكتور عبد الفتاح الدخاخني او بشهرته دكتور فتحي الدخاخني. وتم التعاقد معاه لان انا استلم منه قطعه ارض مزروعه نخل برحي وعليها استراحه، ودفعت له المقدم. طيب استاذ ايهاب، بعد اذن حضرتك، اذا كانت الموضوع خاص بشركه وفي اشخاص، فحضرتك احنا ممكن نستضيف حضرتك بمستندات، ولكن لا يجوز لنا اطلاقا ان احنا نطلع اسماء ونرمي الناس من خلال الحلقه بالباطل، سواء كان حضرتك على حق او طبعا حضرتك اتشرفنا في الاستوديو واحنا تحت امرك، بشكر حضرتك. بنشكرك يا استاذ ايهاب. طبعا اذا كنت حضرتك سامعني يا استاذ ايهاب، المفروض ان حضرتك النهارده عشان ان انا اتكلم او اجيب شركه او اجيب اسماء او اشخاص، انا النهارده ما اقدرش ان انا ارمي الناس بالباطل، ولكن حضرتك مدعو انت او اي حد عنده مظلمه، الاستوديو موجود والقناه مفتوحه والبرنامج متاح لاي حد، واحنا تحت امركم في المقام الاول والاخير. احنا طبعا تحت امركم، وما نقدرش نقول غير حضرتك لو في عند حضرتك مستندات او اوراق او عندك مظلمه وانت مش قادر تاخدها، ان شاء الله بامر الله ربنا يعيننا ونحاول ان احنا نكون موجودين مع سيادتك في المظلمه بتاعت سيادتك. طبعا نرجع لموضوعنا يا استاذه دينا، وقلنا ان امك النهارده ما تقدرش تزعل ابنها لان ده ضناها، ده ضناها. والنهارده انت النهارده لو عاملتيها هي زي امك، لان القران بيقول ايه؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، وهم خلاص هم ضيوف على الدنيا. رب العزة في الحديث القدسي بيقول ايه؟ يا ابن آدم إذا ابيض شعرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فإني استحي أن أعذبك. فإذا كان رب العزة هو بيقول كده، يبقى احنا المفروض إن احنا نستحي من الأب والأم الناس الكبيرة. طبعا دي محتاجة تفصيل كبير ومحتاجة قصة كبيرة، قانون الأحوال الشخصية إن شاء الله يكون لنا لقاء فيه. عندنا إيه تاني يا دينا؟ طبعا عندنا حاجة تانية بالنسبة عايزين نتكلم في موضوع مهم برضو، موضوع الثانوية العامة اللي بيثير الجدل حاليا في الوقت الحالي. طيب عموما ندينا ان شاء الله الحلقة الجاية نوعدكم ان شاء الله ان يكون معانا حد من الوزارة ردا على الناس وتعقيبات الناس، وان شاء الله بأمر الله يكون معانا حد من نائب الوزير او رئيس المجلس الأعلى للتعليم عشان نتكلم في قضية الثانوية العامة وموضوع الثانوية العامة. وطبعا انا بشكر كل الساده المتصلين، وبشكر دكتور لطفي، بشكرك يا دينا، وصباح الخير عليكي، وصباح الخير على مصر كلها، صباح الخير على القياده السياسيه، صباح الخير على فريق العمل،
بشكر استاذ ناصر، بشكر كل فريق العمل، كل الناس اللي كانت معانا النهارده وتعبت معانا، بشكركم وان شاء الله نلقاكم يوم الاثنين القادم ان شاء الله في نفس الموعد، بنلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.